إخوان، السلام عليكم. كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وحوالكم إن شاء الله بخير دائما معكم على الجديد. بلا شكل انك شفتي العنوان، شفتي الصورة المصغرة. بغيت تعرف هاد الكاميرا الصغيرة، أرخص كاميرا وأصغر كاميرا. ما عليك غير تدعمنا باللايك وتشترك في القناة باش يوصلك كل جديد إن شاء الله. على بركة الله نفتحوا هاد العلبة باش نعرفوا هاد الكاميرا كيف دايرة. على بركة الله سو هاد العلبة. بسم الله، على بركة الله. هذه هي العلبة، كتجي مع كارت ميموار من نوع 8 جيجا كينغستون. تو هاد العلبة كما ترون، هذه هي كارت ميموار وهذه هي كارت ميموار. هذه هي الكاميرا كما ترون في الشاشة. نفتحوها. يمكن تطلبها غير هي، وممكن تطلبها مع كارت ميموار. إذا عندك كارت ميموار يمكن تطلبها غير بها. كاميرا صغيرة سبورت اتش دي دي في اسكا 11 ميني دي في، كاميرا فول اتش دي 19:20:1080. فورما ديال الفيديو هي اف في اي، فيديو اللي كيتسجل فيه ام بي جي. فيها باتري داخلي، فيه 200 ميلي اوم. تقريبا القاي كيخدم 100 دقيقة. هي ساعة وعشرة، ساعة وشي حاجة تقريبا. وهاد الكاميرا كتسجل فيديوهات قصيرة، فيديو 5 دقائق كتقسمو. نفتحو هاد العلبة على بركة الله، نشوفو شنو في الداخل ديالها. هاد الكاميرا الصغيرة بصح أصغر كاميرا المراقبة كما ترون. مراقبة ليلية وكذلك مراقبة ديال النهار، تعلقها في أي مكان، كدير فيها كارت ميموار. كارت ميموار ساعة يمكن تاخد حتى 32 جيجا، وكتعمر فيها باتري داخلي. تالي الفيديو غادي نصور لكم الطريقة في التصوير ديالها في الضوء والتصوير ديالها في الليل. شحال فيها في سميتو 12 ميجا بيكسل، هي زوينة زوينة، غادي تكون ناضية. كيجي معاها الكابل، يمكن تركبها الكاميرا او البي سي. كابل صغير، هذا هو الكابل ديالها. كتجي مع العلاقة ديالها، كنت علقها في شي بلاصة. نشوف كيف كتركب هاد
نتأكد واش كتركب فيها السنينات هنايا. ممكن تركبها على شيء أي بلاصة. دابا غادي نشوفو الطريقة ديال الاستعمال ديالها. كذلك هذه الكاميرا كتسجل الصوت، يمكن تخدمها الكاميرا وتخدمها هي كتسجل الصوت، وكذلك يمكنها تركبها التليفون باش تقرا داك الشيء اللي صورتي عن طريق الكابل اللي كيجي معاها، تركب لها او تي جي تركبها للتليفون ويبان غادي يبان لك داكشي اللي صورتي في التليفون بلا ما ديرها في الاورديناتور ولا شي حاجه. بسرعه غادي تعرف داكشي اللي سجلات، ممكن تمحيها، فهي كتسجل مقاطع صغيره 5 دقائق. الى عمرات كتحيد فيديوهات الاولين اللي ما بغيتيش الا ولات فورماتيها كامل وتعاود تسجل من جديد. هذا ما كان في الان غادي نشرح لكم الطريقه ديال الاستعمال ديال هذه الكاميرا. كما ترون فيها جوج بوطونات، بوطونه الاولى هي ديال الشعل باور، وهذه ديال ام يعني المود. الا بغينا نشعلوها كنوطيو على الباور، كما ترون هي شعلات. هذا اللون الازرق كيعني انها كتصور ب الاش دي 720 بي. الا بغينا نبداو التصوير كنوطيو على الباور مره واحده، هذا يعني كتصور. الا بغينا نوقفو التصوير كنوطيو على الباور. الا بغينا نبدلو الفول اش دي 1080 كنوطاو على المود. حتى يتبدل اللون كتشوفو اللون ها هو اللون البنفسجي، مثلا البنفسجي. الا بغينا نصورو بهذا المود فول اش دي كنوطيو كذلك على الباور، هي بادية كتصور. الا بغينا نوقفو تصور كنوطيو على الباور ايضا، ولا بغينا نصورو شي تصويرة مثلا غادي نمشيو عاوتاني للمود، غادي نوطيو عليها جوج ثواني بحال هكاك تاتي بالاحمر. يمكننا نصورو دابا تصويرة، نضغطو ضغطة واحدة، نعاود نضغطو ضغطة واحدة أخرى، هي كتصور تصويرة. دابا إلا بغينا نصورو بالنظام الليلي غادي نوطو على هاد البوطونة ديال المود، نشعلوها بعدا يمكن إلا طفات. إذا بغينا نخدمو دابا بالنظام الليلي نوطاو على هاد البطونة حتى تبان عندنا بطونة حمراء. هيا دابا رجعت للنظام الليلي. إلا بغينا نبداو نصورو غادي نوطاو على دائما على الباور، هي بادية كتخدم كما شفتو، فهي كتصور دابا بالنظام الليلي. الا بغينا نوقفوها غادي نطلع على الباور. هذا الشيء دابا كيبان لنا بانه اللون الازرق هو نظام اش دي
720 بي واللون البنفسجي فول اتش دي واللون الاحمر نظام ليلي ومضتين حمراوتين يعني تصوير. ان شاء الله في اخر الفيديو غادي نصور لكم لقطات ديال الليل وديال النهار باش نعرفوا كيف دايره في التصوير ديالها. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ما تنساوش تبارطاجيو مع اصحابكم، ما تنساوش لايك باش نستمروا في وضع كل جديد ان شاء الله. تحيه للجميع وفي فيديو جديد قادم ان شاء الله برعايه الله، وفقكم الله والى اللقاء.